هاي كيفكم اليوم؟ سوري لا سوري تخبطت عم تتخلبط شوي. هيدي ماي يوتيوب شانل. اوكي بعتقد انت اخذت دورك عندك بالبارت الاول تبع هيدي الحلقه. يلي ما حضرها يروح يحضرها، الرابط تحت. عملنا حلقه كتير حلوه انا وجو، وهيدي تكملتها. فيها العاب، فيها بهدلات، فيها اغاني، فيها كتير قصص حلوه ومرحه واخبار. سو حضروها وتعالوا كملوها هون، واذا حضرتوها انجوي هيدي الحلقه جايز. ولانه نينا كثير مهضومه، ولانه نينا كثير حبوبه، ونحن عم نستضيفها عندنا، خجلني يعني بدي استضيفك عندي نينا. انا بدي اهتم فيك. قول بعد بدلك بدي اهتم فيك. مش حضيفك لا قهوه ولا عصير ولا كيك، هول القصص قعده ما في العيال والنسوان. رح ضيفك شيء هو كريم. اوكي رح نلعب لعبه انا وياك، رح اتسلى انا وياك كثير. نحن ناكل كريم؟ لا 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 حضر حالك. هيدي الايد اللي هون. اوكي هي البونش رح ناكلها هلا انا ومنخارنا انا ونينا ضربه اللي هي بتصير كيف. رح نحط كريم. اوكي ويبت كريم. ويبت كريم كمان كمان عرفت هيك مش انه كريم لا ويبت. اوكي بكل وقاحه ويبت يعني. قبل ما تروح الدباجه شو انا هتزبط حالي بالبيت وهايلايتر وماسكارا يا نينا. انا شلت الشابو حطيتها لورا. الله يستر. يلا انا ونينا هون. كيف بدي ساعه انا بشرفك هلا انا ما رح اتجمع جم قصص نحلي. انا صار لي موقفه شغله ثلاثه. شفتوا نحن هون رح يصير حالي كثير ولد صغير. اوكي رح نلعب انا ونينا اسئله ورح تجاوب بس كيف. وكل ضربه من هون بتزيح البونش مطرح اللي بياكل ضربه راح تعلي. اوكي يا نينا اول سؤال. في انسحب. اول سؤال نينا، شو حبيت كثير بال2016؟ البوم نصيف. البوم نصيف. واذا على اي اساس بنكبس؟ لا روقي. ايه البوم نصيف. لحظه كبسه واحده على الصعيد الشخصي. كحله حمراء. حبيتيه البروجرام كثير ناجح. يب كان حاسه عملته هيدا. نينا جاي لعندي. طب نينا سؤال. ايه ليكي قبل ما تجي لعندك الضربة خبريني. أوكي. شو الشيء بدك اياها من 2017؟ يعني سنة جديدة شو بدك تعملي؟ انه البوم يكون احلى شيء من 2017. البومي؟ في البوم جديد؟ اكيد. هو مفروض على منخاره. لحظة في البوم جديد. طلعنا رح ناكل كريم مزبوط. يعني حتى لو الالبوم عم بحكي ما عندي منه فيك تطلع. حتى لو الالبوم انه حلو حيكرهه لانه هاي الذكرى اللي حيتذكرها من ورا الالبوم. رح ناكل كريم. نينا قولي لي شو اكثر شيء مثلا ما حبيتيه بال2017؟ كثير مات سيلبرتيز، كثير مات عالم، كثير صار في جرائم بالدنيا كثير عن جد، خاصه بمصر. انتبهتي؟ وانا طيب ليكي انت مين كنت بتحبي وحدا كثير زعلت عليه؟ اوبس حاليا الميك اب اللي زعلت عليه بس ما بتحبه كثير ما ثبت. على الصعيد الشخصي شو الشيء ما حبيتيه؟ خبرونا. صار مش خبرونا، انا بعرف انه صار معك شيء كثير بشع، شيء كثير مدري كيف بنقذ وغريب كثير. حسيت يعني بدك مين خبرك؟ بدك نقعد؟ حلوه نقعد. انا ما حكيت بشيء. شو صار؟ لا انا حكيت. لا تعال على يوتيوب حكيت 21 دقيقة سناب شات واخذون نزلون يوتيوب. طيب انه انا قلت لهم انا. طب خبريني على السريع يلا، خلي اذا في ناس ما بيعرفوا شو صار تنتبهوا. في بعد شيء على وجه؟ لا اوكي بعدك حلوه. اللي صار انه انا كنت ماضيه مع شركه اسمها ديما برودكشن. اوكي اوريدي قلت اسمها فاهم. اوكي مع واحد طلع نصاب، عمل لي اغاني بقرفه وانجبرت غنيون. كنت ماضيه معه قد ايه على سنه؟ شك صح، شك اني انا مضيت مع غيره لما انا قلت له انه ما بقى بدي اشتغل معك، فحاول انه يخطفني بدبي. وصار يعني في كان مزبط لي هونيك فوتوشوت مع بيربري. اوكي على هاربرز بازار ماجازين صح، فاخذني على دبي. انا شكيت قلت ليه عم يعمل شيء منيح معي، يعني ليه بعده عم يعمل شيء منيح معي. اوكي مثل انه مش طالع له كثير مصاري. اوكي سو طلع انه هو ناطرني لخلص الفوتوشوت لا ياخذني معه بالسياره غصبا عني. اوكي ويمنعني روح على لبنان ثاني يوم. طب بمساعدة بعض الاصدقاء. هلا خلصت كونتراست فيك تحكي. انا هلا عم بتعامل معهم. اوكي خليه هلا ينبسط، اصلا ما بيفهم عربي سو ما بعرف اصلا اذا حضر الفيديو اذا فيه. ليك انا بتذكر شيء هو جزائري الأصل. ما ضروري لك، في كثير ناس علقت علي وقالت لي انه نينا ما كان ضروري تقولي انه جزائري ومشكله جزائري. هو زلمه من هونيك شو قلت لهم انا ما حددت جنسيته. لا بس شيء غريب انه جزائري كان فيكم من وين ما كانوا يعملوا عربي.
بيحكي فرنسي وانجليش مقطش، وانا ما بحكي غير انجليش وعربي، سو بدي احكي معه انجليش مقطش، بدي افهم عليه ويفهم علي، فما كنا نفهم على بعض. سو كانت علاقه كتير غريبه، علاقه عمل كتير غريبه، وكانت من اغرب السنوات بحياتي يعني كبوس. الله خلصني منه، قطعت السنه خير. نحن كنت ماضي اكثر، انا سمعت بالفيديو كنت مضيك اكثر، انت قلتي له خمس سنين، فقال لي خيي انه قلي له لسنه. خبرينا اي غنيه اكثر شيء حبيتيها بال 2016 غنية نصيف؟ بتحبي نصيف؟ مين ما بحبه لنصيف؟ مين ما بحبه؟ رينا علينا لا شو اللي ما بحبه؟ بتعرف يا ريت اقوى ليك هيك، ما بعرف لازم كتر بعد اكثر، بس وين الكليكس؟ رنت اعطيني كات، بدي اشيل الكليكس. ليك قد ايه هلا بكون عم بقولوا نيالك يا جو، انت هالقد قريب من نينا؟ حسب اللي بيحبني بكون عم بيقولوا، ما بيحبني بكون عم بيقولوا. كثير بحبوكي كثير صدقي. ليك شو اكثر غنية حبيتيها بال 2016؟ عم بتعلق فيك لنانسي عجب. حلوه حلوه يعني زتت لنا اياها ذات اخر شيء. ايه فهمت عليك قبل. طب لحظه شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ لا نينا لا لا عم بتعلق فيك شوي شوي، وعم حس بحني ولا مرة حسيت بعمري اللي عشتو أنا. نينا قبل ما بدي احط الكريم، خبريني مين بتتمني يكون محلك هلأ وياكل هيك طبس الكريم؟ انت مدوبل. كنت فكرك بتحبيني. ما هو من الحب ما قتل. ايوه ايوه. طيب لكن نينا رح نلعب انا وياك لعبة هلأ، رح تعطيني رح تعطيني ثلاث اشياء اوكي عملتيها بحياتك، اثنين منهم صح وواحده منهم غلط. أوكي. انا بدي اعرف اي هي الغلط. أوكي. اذا عرفت انه غلط اشي عادي ولا ما بعرف، شيء كريزي، شيء كثير مجنون، شيء كثير مهضوم، كثير اشياء كريزي. صار لي وحده غلط. ما انا بعرفك مجنونه. ايه. يلا قولي لي ثلاث اشياء انا علي نقي هي الغلط. اوكي انا رحت على نيويورك شفت ادريانا ليما. اوكي حكيت رونالدو على دايركت مسج انستغرام واكشلي رد علي تبع السوري اللي كنا عم نساعده، وعملت تور بيوروب 7 ايام ذس سمر. لحظه لحظه اذا بخسر بتطعميني اياها. ساعتين الاحتمالات يوروب انه كل بيعملوها خاصه فنانين وبعشوها انه انا لازم ارتاح ومنوه. اوكي مين كمان بعد رحت على نيويورك وشفت ادريانا ليما. اوكي بقى بفتكر بتعمليها وكريستيانو رونالدو كمان انه دايركت مسج وقت انشهر هذا هذا الولد السوري وقت كنا من نساعده. اوكي خلينا اي ثينك ثالث وحده انه اول اثنين معقول يصيروا انك رحت بجوله على يوروب بهالصيفيه. ما هلا عم تقولي لي انه كان مزروب ما فيك تروحي وتجي مع الزلمه. غلط رحت ستارت اند بوي. شو الغلط؟ ما ببعت دايركت مسج لرونالدو اصلا ما بحبه. دينا شيء شو بدكم تعرفوا؟ شو بدكم تعرفوا؟ شيء عاطفي وشخص هيئته ما فيه. قالت لي شغلي وما بعرف شو تحت مش الهواء. للأسف مش وقته. مش وقته. مش وقته. طيب شو بتخبريني شيء صار هيك أو مرة حدا بيعرفه؟ يلا عجلي عجلي نينا. ما كتير حبيت تجربة ستار أكاديمي. ما كتير حبيتي؟ لا. طب ليكي شو أكتر شيء حلو بستار أكاديمي وشو أكتر شيء بشع؟ عن جد فضي. أكتر شيء حلو إنه بيعرفك بيعرف العالم عليك، أكتر شيء بشع إنه ما عندك أي قرار يعني مسيطرين عليك. محكوم عليكم إعدام. محكوم عليك. تراراراراام. جايز زبطت معي مع إنه أنا أكلتها أكتر. نينا هلا صحيح انه نحن هلا على الشانل عندك وهيك وانا لازق فرد لزقه يعني لك البيت بيتك. بدك تغني لي شوي؟ غني لي شيء طيب. شو بدي اغني لك يا جو؟ غني لي شيء هيك حلو. شيء هيك اوكي حغني لك اللي معلقه علي صلي مدري شو هي تكرم عينك. انا كيف بدي انساك وفل انا عم دور بعيون الكل. انا اسخى منك طابق الاصل حتى فيها انساك. واو شيء حلو. ليه ما بتستضيفوا لأدهم شي مره على البروجرام؟ مهضوم لانه اصلا دايما بيقولوا لي اعمل حلقه عن ادهم. طب بدي لعبك لعبه شو كثير حلوه ما حتضيعك ولا شوي. بدي اقول لك كلمات، بدي اقول لك غنيتين. اول شيء بدك تغني، بدك تقول كلمات هيدي الغنيه الاولى على لحن الغنيه الثانيه او على لحن انا بختاره، يعني على نوع موسيقى انا بختاره. طيب يعني قصدك غنيه بقول كلمات على لحن غنيه ثانيه؟ ايه هيك قصدي. انت رجعت على تحكي مره ثانيه. انا بتذكر هيك بتعمل ضيوفك. ميرسي. لا ما انت بيتك قلت لك انت منك ضيف. اوكي
بوس الواوا بدك تغنيها بشكل اوبيرالي. بوس الواوا حلو، انا صوتي حلو. طب صار شو سيادك خلص انت حافظ حافظ بوس الواوا، كثير شاطره بتحبوها، كثير شاطره بتجرس هلا قدامك ليك الواوا. لا لا مش اوبرا، راس صوت راس بعدك صوت صدر. ايه يلا عم توصل ليك الواوا. لا بعدك صوت صدر. خلصك مش حكي تحت ما خلوا حد 1-0. طب لحظة شوي، وقف تقلك، أنا بقلك شغلة. بتعرفي غنية؟ لا لا وقفنا مشي تقلك مشينا. طب ببالك شوي، بتعرفي غنية أما نعيمة نعمين؟ أما نعيمة نعمين أغني ليها على بتونس بيه. يلا أما نعيمة نعمين. أما نعيمة، ما هي ما فيها كلمات أما نعيمة. بلا أنا قلت لأبويا وشرط عليه يديني 110 جنيه. ليك بتعرفي هالأغاني الطقطوقة؟ الحلو فيك مش حافظة أغاني طقطوقة؟ الحلو فيك إنه ما بتنقي أغاني كتير صعبة فيها كلمات كتير. طب إنه قولي لي أنا قلت لأبويا وشرط عليه يديني 110 جنيه. أوكي. عيدي لي إياها. أوكي. أما نعيمة. نعمين. أما نعيمة نعيمة نعمين. أنا قلت لأبويا شرط شرط عليه يديني 110 جنيه. أنا قلت لأبويا يديني 110 جنيه. أما نعيمة نعمين. واو بدي زقف لك عن جد بتعبني. انا عارف انا عم زعب عليها شوي، جبتني جوره ما فيك سوري. انا فيني اليوم مكسور هيك فيني. I take challenges very seriously. طب ليكي انا رح امشي ما بنام يعني اصلا رح امشي. بدك شيء؟ قال شو جاي انا تخسرها وجرب هيك اربحها فيني المكسور. مين انا بدي امشي؟ ما حدا بيتحداني بتشالنج تبعك. مين انا بدي امشي؟ ما بدي منك شيء هيك. انت ما عندك روح رياضيه. انا انبسطت انه بدي بلش سنتي معك وعملنا حلقه مهضومه لك انا اللي انبسطت فيك وبتمنى هن يكونوا كمان انبسطوا فيك ان شاء الله. ولازم يروحوا على يور تشانل ويشوفوا شو عملت انت فيه هنيك، واذا عبالكم تحضروا شو عمل فيه رابط الحلقه وهيس تشانل حيكون هون بالديسكريبشن بوكس. بدنا نعيدها جو اكيد ما نعيدها، اذا حبيتوها بوعدكم نعيدها. ومرت جاي من صعب الالعاب اكثر. لكن ثامز اب هيدا الفيديو اذا حبيته وشيرت، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على ماي تشانل. وانا بحبكم كتير كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. تشاو باي.